في رياضة التايكواندو، فريق نادي سوق سبت يحرز لقب كأس العرش لهذا الموسم حسب الفرق. رياضة التايكواندو، أحرز نادي سوق سبت لقب كأس العرش لموسم 2018-2019 حسب الفرق، والتي نظمت منافساتها نهاية الأسبوع الماضي بالقاعة المغطاة زيات بمدينة طنجة. سعيد أنيس. 31 ناديا يمثلون مختلف عصب المملكة تأهلوا للمنافسة على لقب كأس العرش موسم 2018-2019 و2000. دورة هذه السنة تميزت بتطبيق النظام الجديد المعتمد من طرف الاتحاد الدولي، والذي يفسح المجال للنزال المختلط ذكورا وإناث. هذه الطريقة تمكن الأندية من التباري بعنصرين من الإناث وعنصرين من الذكور، ويتميز بخلق المفاجأة على صعيد النتائج. لنا فخر كبير باش يكون عندنا شرف كبير أننا باش ننظموا هذه التظاهرة، أولا للنهوض برياضة التايكواندو في جهة الشمال. المربع الذهبي لهذه النهاية اشتمل على 4 أندية: نادي المفتاح سمارة، نادي النور، بن سليمان، اللذان تباريا على المرتبة الثالثة والرابعة. أما النهاية فقد عرفت منافسة قوية بين ناديين تأهلا لأول مرة لهذا السقف من التباري، وهما نادي بلاي فيتنس من البيضاء والنادي الملكي لسوق السبت، حيث اعتبره التقني المفاجأة التي أفرزها نظام التباري الجديد. هذا كانت واحد المفاجأة، لأن كأس العرش بهالطريقة جديدة، وكما تشوف تبارك الله الجمهور حاضر بكثافة، وكذلك جميع الأندية جاءوا من مختلف من مختلف العصب. 31 جمعية اللي كانت تتنافس على كأس العرش الثامنة، كأس صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. النادي الملكي لسوق السبت ينتزع اللقب الأول في تاريخه بواقع 42-41. هذا يعكس أن كأس العرش أصبح الوصول إليه من الأندية التي توجد خارج مدار البيضاء طنجة. الحمد لله فضل التدريبات والمجهودات والتركيز اللي درناه، خاصة أننا ناخذ الكأس لأول مرة يدخل مدينة صغيرة بحال ديالنا، والحمد لله لي الشرف أنني نمثل مدينتي ونشرف بها في تظاهرة بحال هذه. المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو وعصبة الشمال أشرف على تتويج الأندية الفائزة الثلاثة، وفي مقدمتهم النادي الملكي سوق السبت المتوج بلقب هذه السنة، وصيف البطل نادي بلاي فيتنس، والصف الثالث نادي النور بن سليمان.